بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال كالعادة في عقر جديد، أهلا وسهلا بالجميع. صلوا على رسول الله إخواني الكرام، ولا يتصلي على رسول الله، واشتراك على القناة، تفعيل الجرس تشجيعا لنا، فضلا ليس أمرا، ولكم جزيل الشكر. إخواني الكرام، بعد ما تسمحوا لي غادي نعرض عليكم واحد الفيديو ديال واحد الشقة كتواجد في مدينة سلا، حي مولاي إسماعيل. حي مولاي إسماعيل، حي السلام، بحال اللي غنمشي سلا جديدة والقرية ديال ولاد موسى. هاد الشقة هادي بروميناج، الطبق الأول، المساحة ديالها 93 متر، محفظة طبعا، دائما كنركز على التحفيظ. جات قريبة للشارع الرئيسي ديال دوبل فوا ديال الترام، قريبة ليه بواحد جوج دقائق كتدخل للدار. تزيئة ديال القيد العربي، الناس اللي يعرفوا هذه المنطقة أو سولوا على هذه البلاصة، هذه هي واحد البلاصة هادئة، واحد الحي هادئ زوين نقي، قريب من جميع المواصلات، قريب من جميع المرافق، يعني جا واحد الموقع استراتيجي. كما قلنا إخوان الكرام، الطبق الأول محفظة قريبة شارع الزربية، شارع الرئيسي اللي كيطلع على سلا جديدة وسبيطار مولاي عبد الله جديد. الثمن إخوان الكرام غتلقاوها مكتوب على الوصف ديال الفيديو، دائما قابل للتفاوض مع صاحب العقار. غادي نشوفوا الفيديو إخواني الكرام، وربي يجيب الخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال كالعادة في عقار جديد، أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام. صلوا على رسول الله وعلى الله توكلنا، بسم الله. هاد الشقة إخواني الكرام كتواجد في مدينة سلا، حي مولاي إسماعيل، يعني شدة تقريبا على الشارع الرئيسي ديال الترام، الشارع الرئيسي كاينة في تزيئات ديال القيد العربي، الناس اللي عارفين هاد الأمور هادي، يعني شدة على الشارع ديال الزربية اللي فيه الترامواي، تقريبا بواحد جوج دقائق اللي غتكون في الشقة. الشقة إخواني الكرام الطبق الأول بروميناج، المساحة ديالها 92 متر، شقة روعة ما شاء الله. هانتوما غتشوفوا معنا شتو الدخلة كيديرها، وغتشوفوا الشقة كيفاش تبارك الله كبيرة ومصلوحة، وجات في واحد الموقع اللي هو جميل جدا، هادئ، فيه الهدوء، وقريب لجميع المواصلات، ترام، سبيطار مولاي عبد الله، حي السلام، يعني جات في واحد الموقع ديالها استراتيجي. غتتبعوا إخواني الكرام الشقة كما تشوفوا في الفيديو، جات في واحد الحي اللي هو استراتيجي، حي ممتاز، في واحد البلاصه اللي هي ممتازه، فيها الهدوء، ما فيهاش الضجيج، دار او شقه مصلوحه مزيان، طابق الاول، دائما كنركز على الوثائق، هي محفظه، يعني التيتر ديالها محفظه، شقه مفتوحه مشمشه. الثمن إخواني الكرام غتلقاوه مكتوب على الوصف ديال الفيديو، دائما كما كنقول قابل للتفاوض مع صاحب العقار. إخواني الكرام، انا لا اناقش ما لا املك، يعني اللي غيدخل يدير الزياره ديالو يكون مهتم بالموضوع راه غيتصل في التليفون، اللي مهتم طبعا غادي يتصل وغنديروا له الزياره ديالو، نعي المكان وغادي يناقش الثمن ديالو مع صاحب العقار. انك انسان الزياره راه كيدير الزياره بالاحترام، عجباتو واحد المنتوج تبارك الله، ما عجبوش ولا تبخسوا الناس اشياءها، هذا هو اللي كاين. الشقه معتبره، موقع ممتاز، محفظه مشمشه، مصلوحه مزيان، الثمن غتلقاوه مكتوب على الوصف ديال الفيديو، كما كنقول دائما قابل للتفاوض. نتمنى الله سبحانه وتعالى الاخوه الكرام التوفيق للجميع، ويسر الامور للجميع، والله يبارك لصاحب الشقه ويبارك حتى اللي غيشريها. نتمنى الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام التوفيق، طبتم أينما كنتم، غفر الله لنا ولكم أينما كنتم وأينما ارتحلتم. إلى عقار آخر إن شاء الله بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.